صباح الخير، هعمل ان شاء الله معاكم معصوب صحي بالشوفان. عندي هنا حليب قليل الدسم، كوب كامل ونص كوب شوفان. هغلي الحليب والشوفان مع بعض على النار، وبعد كذا ههرس حبة الموزة في الصحن اللي هقدم فيه، وحزينه بالقشطة والعسل والجبنة. بعد ما نغلي الشوفان حطفي النار. الموز اللي عندي كبيرة، خليت نصها للتزيين ونصها هنا هرستها في الصحن. أضيف الحليب والشوفان فوق الموز، هنتظر عليه شوية بس يبرد ويتماسك أكتر، وبعد كده حزينه بالموز والقشطة والعسل والجبنة.